دي للارخص شويه. ايه مثلا السلمون؟ سلمون غالي شويه. نقدر نقول فايتا الب مالتي فيت هيبقى هايل، سعره مناسب جدا. العبوه بتكفي شهر، موجود في كل الصيدليات. طبعا القرص الواحد زي ما احنا شفنا فيه فيتامين سي، في فيتامين اي، في كالسيوم يا ستات، في كالسيوم طبعا مهم طبعاً جدا الكالسيوم ليهم. عندي فيتامين بي 1 في الثيامين والنياسين، فيتامين بي 2، عندي فيتامين بي 3. هو متوفر خارج مصر كمان لو حد، احنا طبعا اللي بيتابعنا ناس من داخل وخارج مصر، ده فور شور طبعا، فمتوفر في دول عربيه بيطلبوا كتير. فالدول العربيه بتقدر تتكلم كمان عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه، الشحن يعني سهوله الشحن. طيب رائع جدا، الشحن عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه. عندي كمان الزنك مهم جدا جدا للمعده، المعده بتحب الزنك قوي، والزنك مهم لتحسين الضوافر. يمكن ساعات بتشوفي الضوافر بتتكسر. صحيح، ناس كتير قوي بتعاني، سيدات صح. فعلا تقول لك انا، طب انا شعري كويس بس ضوافري على طول بتتكسر. صح. فعلا. طب ضوافر، طب اخبار الشعر ايه؟ عندي بايوتين، عندي بايوتين داخل الب مالتي فيت هايل للشعر، لان البايوتين هو اللي بصيله الشعر فيها اوعيه دمويه، فلازم الاوعيه تغذي لي بصيله الشعر عشان تنتج لي شعر حلو وما فيهوش تقصيف. نقطه مهمه جدا دي يا دكتور، لان احنا بنعالج او معظمنا بيعالج من بره، ابتدي اعمل حمامات كريم، حمامات زيت، حاجات زي كده، اللي هي الحاجات اللي طالعه مش الكرياتين وحاجات كده، انا ما جربتوش عمري يعني، بحس ان هو بيضر بس الله اعلم. على كل حال بنعالج من بره، بس المشكله لازم يتم علاجها من الداخل، يعني لازم البصيله بتاعه الشعر اصلا هي اللي بتبقى محتاجه اهتمام وفيتامينز اكيد معين. محتاجين دعم البصيلة جدا، ومع حاجات تانية بالنسبة للشعر. يعني بالنسبة للشعر أحيانا بيبقى في أمراض مناعية بتوقع الشعر، أحيانا قصور في الدورة في الغدة الدرقية بتوقع الشعر. لو شعري أنا الغدة الدرقية كويسة، الحديد كويس، البروتين لأن الشعر عايز بروتين كويس، وشعري لسه بيقع، نقدر بقى ندعم بالفيتامينز. كويس، مهم جدا، كويس جدا. طبعا دي العلبه عشان نحفظ شكل العلبه، ملناش بديل يعني، خلاص بقت حاجه مألوفه بتهيألي، حدش يعني الالوان حفظناها. سؤال معلش